إلهام شاهين بتستفز الجمهور بعد حريق الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ما تعرضت للتريقة بسبب إن الفيلم باظ بسبب الديكور اللي اتحرق وبقى على الأرض. شافوا إن ده عقاب من ربنا بسبب اللي قالته عن الصلاة. يا ترى إلهام شاهين استفزتهم إزاي وإيه كان رد فعل الجمهور؟ تعال أحكي لك القصة من أولها. انتشر في الفترة اللي فاتت فيديو من انترفيو للفنانة إلهام شاهين وهي بتنتقد مخرج من غير ما تقول اسمه، إنه كان بيسيب اللوكيشن ويروح يصلي لمجرد إن الأذان أذن ووقت الصلاة جه، وقالت إنه مش بيحترم شغله لأن العمل عبادة برضه، والصلاة ممكن تتأجل أو يصليها بعد المشهد، لكن المشهد ما ينفعش يتأجل لأنه مرتبط بعوامل كتير زي الوقت لو راح هيدور العمل اللي شغالين عليه. الكلام ده خلى إلهام شاهين في موقف لا تحسد عليه بسبب كمية الهجوم عليها، وشافوا انها بتقول الكلام عكس اللي اتذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية ان الصلاة ابدا من اي حاجة تانية. فلما حصل حريق الحي الشعبي في مدينة الانتاج الاعلامي وديكور الفيلم كده اللي بتشارك فيه إلهام شاهين اتحرق واتدمر، جزء كبير من الجمهور كان شمتان في إلهام شاهين وشافوا ان تعقب من ربنا عليها بسبب كلامها وان الفيلم خلاص باظ وفلوس المنتج راحت من قبل ما يصور حتى. لكن إلهام شاهين طلعت وما سكتتش وقالت انها هتبدا تصوير من تاني يوم الحريق بشكل طبيعي والقصه هتتعالج وتتصلح والفيلم مكمل عادي. ايه رايك في قصه شماته الناس وكلام إلهام شاهين في المطلق؟ شاركنا برايك في الكومنتات وما تنساش الفولو عشان اخبار تانيه كتير. Thank you.